وضربة خطأ لفريق دبا الحصن. رمسيس طويلة إلى بدر بلال على مستوى الجهة اليمنى، خروج الحارس وجول! والجول من طرف اللاعب بدر بلال، والاحتفالية واضحة وحاضرة. وأخيرا الحمد لله، قلت بأن هدف س كرة تعود، هذه فرصة والمحاولة والعرضية جول! والعرضية من اللاعب كيكوي خيسوس إلى اللاعب ديمبلي الذي يضيف الهدف الثاني وينهي كل شيء. ديمبلي مرة أخرى، الضغط من اللاعب ديمبلي. يا سلام على التقدم والمرور والفرصة والمحاولة من ديمبلي، تعود إلى كيكوي. كيكوي والتسديدة، ويسجل أخيرا بعد أن ضيع محاولتين اللاعب كيكوي خيسوس، يسجل ويتقدم بهذه الطريقة لكي ينهي كل شيء. ثلاثية.